تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. بغداد ترسل كميات من البنزين للسليمانية بعد الاتفاق النفطي، وعشرات المحامين يتجمعون أمام المحكمة في أربيل تضامنا مع قضية المحامي محمد صوفي. الفوضى تعم السودان وسط صراع الجيش وقوات الدعم السريع على السلطة. وفي اليمن الصليب الأحمر الدولي يرعى عمليات تبادل الأسرى بين الحوثيين والتحالف العربي. مقتل 16 شخصاً وإصابة 9 آخرين في حريق بمبنى سكني في دبي. وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستعدان لتدريبات جوية مشتركة. وفي الهند مسلحون يقتلون سياسياً سابقاً وشقيقه في بث مباشر على التلفزيون.